اتفضل عرفنا من نفسك. انا اسمي عصام عبد الرحمن موسى. الاسم الشهرة ايه؟ عصام الليبي. الليبي؟ ليكوا حد في ليبيا ولا الليبي ده؟ لا كنت زمان كنت بسافر ليبيا وانا صغير مع والدي ووالدتي. في مشهد حافظه؟ انا هعمل مشهد حضرتك لطالب جامعة بيحب بنت وعايز يتقدم لها ووالده رافض. يا بابا البنت دي انا بحبها والبنت دي ما لقيتش احسن منها. انا مش عارف ليه يا بابا انت مش موافق على الجوازه دي. يا بابا البنت دي معايا من زمان في الكليه وانا والله ما حبيت ولا عمري احب غيرها. وبعدين دي بنت كويسه والفقر مش عيب يا بابا. اديني احساس بقى ان انت هتعمل المشهد ده كوميدي. يعني عايز اشوف خفه دمك. نفس المشهد اللي فات ده. نفس المشهد اللي فات يعني ده. مثلا علاء ولي الدين، محمد هنيدي، احمد حلمي. اقوله بالصعيدي يعني؟ نعم؟ اقوله بالصعيدي؟ يا بابا انا بحب البنت دي يا ابو صعيدي وهيقول يا بابا حضرتك؟ لا يعني انا اسف. طب اتفضل. ماشي عادي. ما هو ايه يعني هو بابا دي ما يقولهاش ولا ايه؟ اتفضل. ابوي يا ابوي والله انا ما حبيتش غير البنت دي يا ابوي. وانا مش عارف ليه يا ابوي انت مش موافق على الجوازه دي. وانا هلاقي احسن من البنت دي يا ابوي. يا ابوي يا ابوي والنبي انا عايزك توافق. انا مش عايزك يا ابوي تغضب عليا. يا ابوي صدقني ما تخليش حد يقول لك عن البنت دي كلمه وحشه ولا عن اهلها. هو الاب اخرس لما بيتكلمش خالص. مش يعني شوف هو بيرد يقول ايه. ماشي يعني مش الراجل ده مش موافق على الجوازه. خلاص ماشي اشوف الاداء. ماشي. وبعدين ما تحسسنيش ان ابوك وقع في الارض. يعني انت بتبص في الارض ليه؟ خليك مع الكاميرا حضرتك. انت في الميديوم كلوز. اتفضل. والله يا ابني انا ما عايز غير راحتك. بس البنت دي يا ابني انا مش شايف انها تنفع لك يا ابني. والله العظيم البنت دي ما تنفع لك يا ابني. وبعدين ولاد عمك كتار ما عجبكش غير البنت دي. امال يا ابوي يا ابوي والله بحبها يا ابوي. يا ابوي صدقني يا ابوي والنبي يا ابوي يا ابوي ما تخسرنيش على حاجه انا مش عايزها. الله يخليك يا ابوي. والله ما انت واخد غير بنت عم. يا تاخد بنت عمك يا تروح وانا غضبان عليك واحرمك من الميراث. بتقلد اصوات مثلا او حاجه؟ يعني ممكن اقلد محمد فؤاد. يا سلام. اتفضل. ماشي. خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا. ده محمد فؤاد لما بنسمعه في الكاسيت او في الاذاعه. عايزين يشوفوا صوت وصوره. اديني ابا تسجحه بقى. يلا اتفضل. ابا تسجح أبا تسجح على دوري مي. حرك بقى. أبا تسجح على دوري مي. حرك. نعرف صح ونعرفين إيه. عيش. نبقى شباب ورد وجميل. أيوة يا فؤاد يا فؤاد شهاد. نبلاد وبيرد جميل. ويخلي الأيام بالراحة هنقولها وبكل صراحة. لازم نتعلم بشويش. لازم نتعلم بالراحة. لحد كده مش حافظ يعني. ده حلو قوي يعني. ده جميل يعني. انت مش حافظ محمد فؤاد تاني؟ ايه مش مشكله يعني هو حافظ لك حاجه عادي. انت المفروض مطرب شعبي وده الفرح. لسه هنقدمك. هنشرح المشهد لنا لقاء ممتع مع مطرب الاغنيه الشعبيه المطرب الروش صاحب الاسم الرباعي المطرب الفنان عصام عبد الرحمن موسى عبد الواحد. شكرا شكرا لكل الحضور. انا متشكر جدا ليكم. الف الف مليون شكر. لا انت مترشح لمجلس الشعب ولا ايه حضرتك؟ فكهاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا. بصراحة الفاكهة بغير وببيع واشتري بضمير. هو ايه العنب العنب العنب. هو ايه العنب العنب العنب. انت بتغني منين يا استاذ؟ نحمد ولا سيكا؟ من انهي مقام؟ سيكا. انت دارس حضرتك؟ دارس المقامات والسلم؟ لا لا بصراحة. امال انت عرفت السيكا منين يعني؟ مولود بالفطرة عارف السيكا؟ يعني. طب ايه قول لي اغنية سيكا كده. مش عارف بصراحة. حافظ ايه انت حضرتك؟ يعني الحنطور بس مش كلها. مش مشكلة. ماشي. قول الحصان. مش لازم الحنطور كله. اتفضل. ها يا عم يا عم يا عم يا بتاع الحنطور يا محنطر. يا ما نفسي اركب الحنطور واتحنطر. شيل واركب الحنطور ترجل ترجل واتحنطر ترجل ترجل واركب الحنطور.
اسمعوا يا جماعة. انت حافظ ايه يا استاذ؟ لعبد الحليم اغني. عبد الحميد؟ عبد الحليم الفنان. عبد الحليم الفنان حافظ، الفنان العظيم عبد الحليم حافظ. طبعا. عاوز ايه حضرتك؟ قرأت الفنجان؟ ها؟ قرأت الفنجان؟ اتفضل اقرا يلا. من اول بحياتك يا ولد كده؟ براحتك، اقرا براحتك، الفنجان قدامك و... بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. تعال. اتفضل. بس هي الكلمة دي بس عيش في المود. يعني قولها مرة عادي. طب ممكن أقول حاجة أنا مألفها كده؟ اتفضل. الحلو ليه مكسوف مني؟ يا حلو رد وكلمني. الحلو ليه 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 ليه؟ الحلو ليه مكسوف مني؟ يا حلو رد وكلمني. هوبا. قوم ارقص. في عز انت عامل اغنيه حلوه، خد الكوبليه الاخير وفي عز شكرا شكرا وتجري تستخبى هناك لغايه لما كنتم مع الفنان مش عارف ايه يقدمك تخش تحيي الناس وشكرا. يلا اقول الكوبليه اللي هو الاخير الحلو الاخير ده. يا حلو قول لي ليه مكسوف؟ ده انا نفسي قبلك ليه الخوف؟ اعطف عليا اعمل معروف. يا حلو اتفضلي عرفينا بنفسك. اسمي إيمان فاروق محمود وأنا بحب التمثيل. هتبقي زي مين بقى؟ زي مين؟ أنا عايزة أبقى زي نفسي. ده حلو قوي، حاجة عظيمة. أنت نفسك عاملة إزاي؟ عشان نعرف تبقي زي مين. نفسي عاملة إزاي؟ يعني هي نفس موهوبة ومتحمسة وعايزة أمثل وأثر في الناس من خلال الأدوار اللي بعملها. تأثري في الناس ولا تأثري مع الناس؟ أأثر في الناس وأأثر مع الناس. أنت بتغني؟ ممكن أغني لو الدور عايزنا أغني. يا ريت يلا. أوكي بقى أقدم لك أغنية شعبية قديمة. اتفضلي. لا تجيب لي الشوكولاتة يا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا يا بلاش يا ولا، الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت، كل البنات ارتاحت وانا عايزه الشوكولاته. يا ولا. عايزين شويه رياكشنات عشان واضح ان انت موهبه ونوري كده. حضرتك روحتي وتهتي. روحت وتهت. ايوه اتفضلي. اديني بقى روحتي في داهيه. ايوه اديني اساس انك روحتي ويا ريت ما روحتي. دلوقتي بقى روحتي بس احساس ايه؟ زي ما روحتي زي ما جيتي. اتفضلي. اخر حاجه انتي روحتي بلاش. لا روحتي بلاش حضرتك. اتفضلي. طيب روحت في شربة مية؟ روحت في شربة مية. أيوة. أنا مش مصدقة اللحظة دي يا حسس يا حسحس يا حبيبي. معقولة أنا معاك بعد كل التليفونات والمسد كول والجوابات؟ يا والمسد كولات بقى حضرتك عشان دي لغة. والمسد كولات. ايوه انا كنت مستنيه هذه اللحظه السعيده كي اعبر لك عن مشاعر الدفينه، مستنيه اشوف عينيك وانا بعبر لك عن مشاعري وقلبك وهو بيدق. يا حبيبي. ايمان. نعم. انا عايزك تحبي ما تحسسينيش ان انت واقعه من الكتاب بتاع اللغه العربيه بتاع تالت اعدادي. يعني مش كي احبك وكده، لا. اوكي ماشي. يعني عايزين حب معاصر. فلنحدد المعنى والأسئلة الصعبة في الصباحات
ونخترب أشواقا وآهات، ولا نقول للمتعة حتى لا تشتد المعاناة. عاملة شعر عاطفي ولا عايزة تعملي انقلاب سياسي يعني؟ مش فاهم. حبيت الهوى عشان بتتنفسيه، وكرهته تاني لما لقيتك بترجعيه. الله، اقولها له يعني؟ قولها له. حبيت الهوى عشان بتتنفسه، وكرهته تاني عشان بترجعه. مع القع بقى حضرتك، حضرتك عايز القع في جيبه. اتفضلي يلا. حبيت الهوى عشان بتتنفسه، وكرهته تاني عشان بترجعه. انا دلوقتي نفسي اغني وادخل فرقه تغني ورايا. هي فين الفرقه دي يا منير؟ يا ريت تيجي وتغني. اديني الابريق مع الهقه يلا. برافو كده اتقمصي. اتفضلي يلا. حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسه تقيل من غير وداع. مين دي يا منير؟ تعبت عشان اتخانقت مع اهلي عشان اتجوزك، تقوم تعمل فيا كده؟ يعني حضرتك مش عارفه تضربيه بالقلم؟ بس هو سوري كان بعيد فمش عارفه اضربه تاني؟ ايه دي؟ دي لابسه زهريه يا منير. كتري بالطعميه يا ماما، كتري بالطعميه. طعم طعميه على طول. دي لابسه زهريه يا منير. مكتوب يك 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 يا ايوه برافو. قولوا له ايه؟ انت فاكرني بكتب شعر وبس؟ ايوه قولي قولي. انت فاكرني بكتب شعر وبغني تامر حسني؟ شوف.